كوم جو فو زي دي لا ديرنيير فوا قلت بلي انه لو بسيج l'activité des lobbies ne se limite pas uniquement dans les affaires de terrorisme. Il y a également les affaires du grand banditisme. Bon. Nous traitons les affaires qui découlent le peuple dans le contexte de l'article 108, avec bien sûr l'espérance pour ramener avec le taux de la criminalité, la grande criminalité, je ne parle pas de la petite criminalité, mais le niveau, Inch'Allah, bas. Donc, dernièrement, nous avons traité une affaire, on est toujours fait, une affaire qui a dérangé un petit peu la population ديالنا وتكرفتوا على عباد الله فيها واحد مجموعة ديال المافيا دونك بلا ما نطول غنخلي سي هشام بالي العميد الاقليمي اللي دار سي لوي كي سو شارج دو سو دوسي يعطيكم اون بريزونطاسيون بي بار لا سويت مو شي لا بور ريبوندر ا فو كيسيون التاريخ 3/4/2015 في صفقة مدينة أكادير على وقع جريمة سرقة على الطريقة الهوليودية كان ضحيتها رجل يبلغ من العمر 70 سنة تمكن أربعة جنات ملتمون من شل حركته بباب منزله وتكبيله واقتحام بيته ليتم بدا التهديد ديالو سوف يضطر إلى إبلاغهم عن مكان تواجد بعض المبالغ المالية التي يحتفظ بها وبالفعل تمكنوا من فتح خزنة حديدية كانت بمنزله وسيلة على مبلغ مالي مهم من العملة الوطنية والعملة الأجنبية كما تم سرقة سيارة من نوع غولف في ملكية هذا الشخص المسلم. إذا أمام هذه الجريمة دخل المكتب المركزي للأبحاث القضائية وفتح أبحاث معمقة بشأن هذه القضية انطلاقا من استغلال المعطيات التي توفرت بعين المكان تم جمع مجموعة من المعلومات تبعتها عملية التتبع والمراقبة من تلك المدة إلى غاية عملية الإيقاف توجد بتحديد هوية الفاعلين الذين تم إيقاف أربعة منهم بمنطقة سيدي علال البحراوي وهم يمتطون السيارة نوع غولف زرقاء اللون بعدما تم تغيير الصفائح المعدنية الخاصة بها. إذن أول حاجة من تم الإيقاف أربعة الجولات تم فتح بحث معمق معهم تم معرفة كيف تم تخطيط السطو على هذا المنزل أو هذه الفيلا بمدينة أكادير. صاحب الفيلا له خادمة تعمل لديه هذا الخادمة لها عندها أختين هذه الأختين لهم علاقة بدورهما بإحدى الدجالات بأيت ملول خبروها بان هذا السيد هذا كيحتفظ بالمنزل ديالو بمبالغ ماليه في الخزنه ديالو. هاد الشوافه هاد الرجاله والشوافه اللي عندها علاقه مع واحد الجوج مع عناصر هاد العصابه الاجراميه اذا طرحت عليهم الفكره باستهداف هذا المنزل. هاد جوج عناصر ديال العصابه الاجراميه سوف يقومون بالاتصال بباقي افراد العصابه وسوف يتم التخطيط للقيام بهذه العملية. قاموا بأخذ واحد السيارة ديال التأجير من مدينة الرباط اللي غينتقلوا بها حتى مدينة أكادير غيرافقوهم مجموعة أفراد العصابة اللي كينتميو لمجموعة ديال المدن كاين مراكش كاين البير جديد كاين تنشتوكا إلى غير ذلك من تفلت غينتقلوا في صبيحة اليوم اللي قلت ديال النهار 3/4/2015 غيتسناو هذاك الشخص غيخرج من الفيلا ديالو سوف يقومون بالتكبيل ديالو وغيدخلوا معاه الدار وسوف يتم الاستيلاء على ذلك المبلغ المالي وكذلك السياره سوف يتم اقتصاد المسروقات وسوف يغادر كل الى وجهته. هنا بدات الابحاث حتى تم الايقاف ديالو. اذا البحث المعمق مع الاشخاص الموقوفين ابان عن تورط افراد العصابه ليس فقط في عمليه السطو ديال الفيلا بنت اكادير ولكن ابان عن كون العصابه الاجراميه تضم اولا عناصر اخرى من بينها نساء
أن هذه العصابة الإجرامية متورطة في العديد من الجنايات، تعمل في نطاق جغرافي واسع يشمل أقاليم مكناس، برشيد، جديدة، مراكش، أسفي، أكادير. إذا من بين الجنايات المقترفة من هذه العصابة الإجرامية واللي توصل للبحث، جريمة ديال سطو على محل تجاري كاين بالمنطقة ديال حد السوالم، دوار ولاد سليمان جماعة الساحل. هاد الناس هادو دخلوا المحل، كسروا الباب ديالو، الباب ديالو مرتبط بجرس الإنذار، مباشرة بالكسر ديال هاد الباب سوف يشتغل جرس الإنذار. صاحب المنزل سوف يخرج ليتأكد ماذا يقع، سوف يتم استهدافه بطلق ناري. طلق ناري أصابه في صدره وكذلك في الرأس ديالو، وأرده قاتلا بعد 15 دقيقة فقط. للأسف جريمة سرقة مقرونة بالقتل، ما هي المسروقات؟ لا تتعدى علب المشروبات الغازية ومبلغ 300 درهم مبلغ زهيد. إذا هاد الناس هادو ما كيهمهم الخطورة ديالهم، أنهم ما كيهمهمش الحياة ديال الأشخاص، ما تهمهم والو، تهمهم غير السرقة، هم قتلوا روح على والو. إذا قامت بعملية سطو على منزل بضواحي مدينة برشيد، دائما عملية سطو على شي منزل تيكون واحد أفراد العصابة هو اللي كيعرفوه، هو اللي كيحدد الهدف، هو اللي خطط ليه وتيكون عارفه مزيان. إذا تم الاستيلاء على مجموعة من الأثاث المنزلية، كذلك السطو على منزل بضواحي نواحي مدينة مراكش، قريب واحد الدوار تما حدا طنصورت، هنا كيسكن واحد الشخص من أفراد العصابة كذلك تسكن بالجوار ديالو. وصل العلم ديالو بأنه تتوفر توا على مبالغ مالية في الدار ديالو، لأنه كان تنوي يشري واحد العقار. وصلت هذه المعلومة وعيط أفراد العصابة من الأشخاص ديالهم، أفراد العصابة اللي الأصدقاء ديالو اللي جاوا وحطوا ودخلوا الشخصين مسنين، ثم تم التكبيل ديالهم والتهديد ديالهم وداو لهم مبلغ 200,000 درهم. هذه العصابة الإجرامية متخصصة في سرقة المواشي، وفي الحقيقة خلقت واحد الاضطراب اجتماعي كبير منطقة حد السوالم، لأن كما هو معلوم بأن تلك المناطق هي مناطق فلاحية، وأغلب الناس كيعيشوا في الحياة ديالهم اليومية على تربية الماشية. هاد الناس هادو سبب لهم واحد الأضرار كبيرة، وما بقاوش يعيشوا في طمأنينة، وتزاد الخوف ديالهم والترهيب ديالهم من تقتل صاحب الدكان. وشحال من شخص الزوجات ديالهم رفضوا يبقاو يسكنوا لهم في الأراضي الفلاحية، واضطروا ينتقلوا يسكنوا في المدن خوفا على الحياة ديالهم على الممتلكات ديالهم. كانوا هاد الناس هادو تصرفوا أكثر من 40 اللي عقلوا عليها أكثر من 40 عملية ديال سرقة المواشي، ولكن أكثر من هاد العمل اللي تصرفوا لأنهم كانوا كتبوا في واحد السيارة بكبيرة الحجم تبدا يدوروا. كاين واحد كاين جوج ناس من نفس المنطقة اللي تعرفوا المنطقة مزيان، كيدوروا فيما مات لهم شي كولي ولا شي حاجة، شي حاضرة ولا شي حاجة، كيدخلوا كيجروا معاهم رؤوس الأغنام ورؤوس الأبقار وكيمشيو. إذا هاد رؤوس الأبقار رؤوس الأغنام اللي تتطور المسروقات يتم البيع ديالها بنفس الثمن وبثمن اللي هو بخس لواحد الشخص اللي جا لتحديد الهوية ديالو دابا في مدينة واتزم. وكانوا كيقوموا كذلك باستعمال المواد السامة اللي قاتل كلاب حراسة إذا ما يبقاش قدامهم شي عائق. كذلك إذا صابوا شي سيارة في هذاك المنزل تيقوموا بالعجلات، تيقوموا إحداث الثقب في العجلات ديال هاد السيارات باش ما يتمكنوش أصحاب المنزل بالمطاردة ديالهم. حنا فهاداك باش نحدو هاد الناس على السبيرة، فاش يحدو هاد الناس قاموا الناس ديال المكتب المركزي للأبحاث القضائية مع شخص اللي كينتمي للمنطقة، وبقات دار معاهم على لمدة 24 ساعة، وواحد العمل اللي كيخدم بواحد العمل جبار، داروا حدوا لنا الضيعات وكذلك الحظائر اللي تم الاستهداف ديالهم، وتم الاتصال بالضحايا، واللي الحمد لله من عفوا هاد العصابة تشدات، كانت عندهم واحد الطمأنينة وبداو واحد هذا وجاو لهنايا وتنقلوا كضحايا ورجع لهم الطمأنينة، والحمد لله كنتمنوا هذا العمل. إذا باش تسهلوا العمل ديالهم قاموا بسرقة أسلحة نارية. السرقة السلاحية النارية عبارة عن مدقات الصيد، إحداهم من نوع جويجة وآخر من نوع كارابين. هذا نوع جويجة اش قاموا بالقطع الماسورة ديالها، ومن قطعوا الماسورة كتولي أكثر خطورة هذا السلاح الناري، وكانوا تستعملوه بزاف ملي كيمشيو للضيعات الفلاحيه من اجل السرقه. وشحال من مره كان تبادل اطلاق النار من طرف اصحاب الضيعات ومن طرف هاد الاشخاص. وقال لك واحد
واحد القضيه معينه بان الناس خرجوا الناس عرفوهم انهم جاوا خرجوا ومن استعملوا الطلقات الناريه اضطروا الناس مساكن يدخلوا لديهم مسدعوا الكيفا ديالهم وكملوا السرقه ديالهم ومشاو بطم علينا لانه عندهم سلاح ناري وهناك خطوره ديال الاسلحه الناريه. هاد الاسلحه الناريه استحوذوا عليهم حتى هما كذلك بالسلطه على واحد المنزل في الضواحي ديال مدينه اسد. اذا عدد الاشخاص الموقفين لحد الان 8 7 من الرجال قدموا العداله وامراه تم ايقافها في هذا الصباح هذا وهي في طور البحث والبحث مازال جاري لايقاف باقي افراد العصابه اللي غيتشدوا ان شاء الله على التوالي في هذه الايام القبيله. هذو الصور ديال الاشخاص الموقوفين. هادو الاشياء المحجوزه في هذه القضيه. هذا هنا كتشوفوا الاسلحه الناريه الخراطيش اللي كانت يتزودوا بها واحد الشخص من افراد العصابه اللي جاوا من مدينه مراكش. هادو الاسلحه البيضاء الادوات الحديديه اللي تستعمل في كسر الابواب. هناك القفازات اللي عندهم صوت البصمات اللي كاقول حتى هما كاينين. كاين الصفائح المعدنيه سواء الوطنيه والاجنبيه. العمله الاوراق الماليه التي تم حجزوها هي من العمله الوطنيه ومن العملتين الاجنبيه. اذا في نهايه البحث ثبت بان هؤلاء الاشخاص قاموا باقتراف جرائم ذاتيه تكوين عصابه اجراميه لاعداد وارتكاب السرقه الموصوفه بجنايه مع اكثر من ظرفي تشديد تعدد الجنات استعمال ناقله ذات محرك تسيير السرقه والهروب استعمال السلاح تسلق الكسر الليل حيازه واستعمال سلاح ناري انتحال وظيفه من وظائف السلطه لانهم من بغاو يمشيو اللي في عمليه ديال سرقه السيارات ديال رونو ماستر قالوا تم اخبار هذاك الشخص بان يتعلق الامر انهم رجال شرطه بانهم جاوا قوموا بالمهام ديالهم لانه في هذيك اللحظه انتحلوا الصفه ديال بانهم رجال شرطه.